السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب فيكم مرة أخرى في مقرر فنيات التوجه والحركة ومهارات الحياة اليومية. هذا أنا الدكتور محمد صفح، راح نكمل معكم ما بدأناه في أساليب التوجه والحركة. هنتحدث في هذه المحاضرة عن مهارات التوجه والحركة باستخدام العصا البيضاء. بداية راح نتحدث عن ما يتوقع من الطالب أن يكتسبه مع نهاية هذه المحاضرة، وهو أن يتعرف على العصا البيضاء ومكوناتها، وأيضا تاريخ العصا البيضاء وأسباب استخدامنا للعصا البيضاء. راح نبدأ مباشرة الحديث عن العصا البيضاء. وما هي العصا البيضاء؟ فهي نوع من العصي لونها أبيض، لها مقبض بالأعلى وقبيلة نهايتها بالأسفل مزودة بعاكس ضوئي للسيارات، وغالبا ما يكون من اللون أو يكون باللون الأحمر. طبعا تمسك باليد اليمنى، وممكن تمسك باليد اليسرى على حسب استخدام الشخص، ويتم مسكها بوضع مائل قليلا بحيث تكون أمام القدم وليست بجوارها. يتم تحريكها إلى اليمين وإلى اليسار لتحمي محيط جسم الشخص الكفيف. طبعا العصا البيضاء مثلها مثل أي أسلوب من أساليب فنية التوجه والحركة. العصا البيضاء هي القائد بالنسبة للشخص الكفيف، مثلها مثل القائد المبصر أو الكلاب المرشدة أو الجياد المرشدة أو حتى التقنيات الحديثة التي تكلمنا عنها في المحاضرة السابقة. تاريخ العصا البيضاء، يحتفل العالم باليوم العالمي للعصا البيضاء في يوم 15 أكتوبر من كل عام. طبعا يرجع الفضل في استخدامنا للعصا البيضاء إلى المصور البريطاني جيمس بيج، الذي تعرض لحادث سير أدى إلى فقدان بصره وبدأ في استخدام عصا في تحركاته. أما في العام 1921 تم تحديد اللون الأبيض للعصا البيضاء، وترمز بأن حاملها كفيف. في عام 1931 أسست إحدى سيدات المجتمع الفرنسي وتدعى جولي حركة العصا البيضاء ومهاراتها. أما في عام 1964 أقر الرئيس الأمريكي جونسون أن يوم 6 أكتوبر هو اليوم الوطني للعصا البيضاء في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم عدل هذا التاريخ وأصبح في عام 1970، حيث تم تحديد 15 أكتوبر من كل عام احتفالا باليوم العالمي للعصا البيضاء، وانتقلت فكرته إلى الدول العربية. استخدام العصا، تعتبر العصا الطويلة أكثر الأدوات استخداما من قبل المكفوفين، ومنها عدة أنواع، فمنها غير قابلة للطي وهي العصا الطويلة، وكذلك القابلة للطي التي تتكون من 4 أجزاء أو 6 أجزاء تجمع معا بحبل بلاستيكي، والعصا ذات الوصلات المتداخلة. يمكن وضع العصا القابلة للطي بسهولة داخل الحقائب اليدوية أو كتب الجيب. كذلك تصنع العصا عادة من الرقائق الليفية العازلة للحرارة مثل الفايبر جلاس أو الجرافيت أو البلاستيك. تتكون من 3 أجزاء وهي الرئيسية، المقبض والجذع المكسورة بشريط عاكس، والجزء الذي يلامس الأرض أو حافة العصا. فأي عصا بيضاء لابد أن تحتوي على هذه 3 أجزاء، المقبض، جسم العصا، وكذلك حافة العصا. أيضا هي عبارة عن أنبوب خفيف مجوف من الألمنيوم، ويحدد طولها بالنسبة للشخص الذي يستخدمه الطول المناسب للعصا عندما يصبح ارتفاعها مساويا لمنتصف صدر مستخدمها. العصا أو حجم العصا المناسب للشخص أن يكون طولها في مستوى منتصف صدر الشخص. استخدام العصا، أيضا يجب اتخاذ قرار استخدام العصا باستشارة أخصائي توجه وحركة مؤهل يمكنه أن يقدم خبرته في مجال التقويم. كذلك أمر اختيار العصا المناسب والتدريب على استخدامه، هناك العديد من التقنيات والنصائح لضمان الانتقال الآمن للكفيف على سلامته الشخصية باستخدام العصا ودون استخدامها. وكلما كان التدريب مبكرا، خاصة بالنسبة للأطفال، تمكن الكفيف من اكتساب مهارات الحركة بصورة أفضل أو بشكل أفضل. نشكر لكم حسن استماعكم، على أن نلتقي في محاضرة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.